السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا ليكزيرسيس 3 ديال لا كونتينيوتي ا غوش اي لا كونتينيوتي ا دروات. بالنسبة لا كيسيون تيقول لك ديتيرميني لي فالور ا اي بي، يعني عندنا دو فالور بور كو اف سوا كونتيني اون اكس 0. صافي، قال لك هنا راه شرط تاع الاتصال محقق بنسبة المليون في المئة، لأنه قال لك بور كو اف سوا كونتيني اون اكس 0. ندوز للبروميير كا. بالنسبة للبروميير كا كما تلاحظوا عندنا دو فالور بالنسبة ل A وبالنسبة ل B، وخاصنا نديتيرمينيو هذيك الفالور ديال A ونديتيرمينيو الفالور ديال B. فاللي شاف الفيديو تاع ليكزيرس الاخر اللي درت في لا كونتينيوتي او ان بوان، فبالنسبة لهذه تجي ساهلة لأنه ديجا شرحت لا باز الأساسية بحال هاد لي كا. غير المرة الأولى كنا نتعاملوا مع اون فونكسيون، هنا تنتعاملوا مع دو فونكسيون. فنبداو على بركة الله. فأول حاجة نكتبوا لهم هذيك الجملة المفيدة، قلنا On a f mais là et continue et continue en h en moins 1 équivaut à quoi? On a la limite lorsque x tend vers moins 1 plus la x supérieure de f de x égale la limite x tend vers moins 1 moins de f de x égal f de h de moins 1. بالنسبه لنا الصوره بما انه ما عطيناش ليه يعني لا داعي باش نحسوها الصوره، لان الصوره هي نفسها لا ليميت ديال موانزا اغوش. يعني دابا اش ندير؟ دابا رجع الصر نقول لهم افيك 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 لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ، دابا هذيك اللي مكتوبه على سطر واحد او هذيك اللي ساهله ما فيهاش فورم انديتيرمين موانزا، هذه هي اللي مكتوبه على سطر واحد او لا بلغه اخرى هي تبان لي بانها فورم ديتيرمين. عندنا موانز ان موان لان اكس انفيريور ديال اش ديال 2 اكس ديال اش يعني ديريكتومون ديال 2 اكس بلس بي ايغال اكس نعوضها بموانز ان موانز ان في 2 تعطيك هي موان 2 بلس بي. بالنسبه لهذه ما عندناش معاها اني بروبليم. اي لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ الموانز ان عندنا اكس لا سوبيريور يعني 0 بلس ديال نحسب النيميغاتور بوحدو والدينوميناتور بوحدو اكس او كاري بلس 4 اكس بلس ا ايغال ديريكتومون موانز ان او كاري اللي هي 1 بلس 4 في موانز ان اللي هي موان 4 موان 4 بلس 1 صافي موان 3 موان 3 بلس ا. هذا بالنسبه للنيميغاتور ماشي للدينوميناتور. اي La limite lorsque x tend vers moins 1 plus, dit x plus 1 égale moins 1 plus 1, ça fait 0. بالنسبة للدينومينيتور ما عطانا 0، بالنسبة للنيميغاتور ما عطاناش 0. اش نديرو هنا؟ نرجعو للسطر ونكتبو لهم المقولة الشهيرة. الوغ لأنه ضروري خاصها تخرج ليا فورم ديتيرميني، المقام خرج ليا 0 اوتوماتيكمون البسط خاصو يخرج ليا 0 لان اف كونتيني يعني خاصو يخرج لك نومبر ابارتيان ا اف. تفقيل لانه قال لك كونتيني خاصو يخرج لينا نومبر ابارتيان ار، والنومبر ابارتيان ار عنده واحد المون شنقولوا ليه هو ليميت ليميت فيني فيني. ملي تنسمعوا ليميت اف فيني انا تنعرفوا يخرج لينا النومبر ابارتيان ار يعني 0 سور 0. الوغ بور كو لا ليميت اكس طون فيغ موانز ان بلوس دو اف دو اكس ادمي اون ليميت هاد الجملة شدوها في راسكم اف فيني f fini elle se fait que بالنسبه للنيميغاتور موان 3 بلس a ايغال ا 0 ايكيفو بان a شنو هي الفالور تاعها؟ عندك هنا موان 3 اللي هي النيجاتيف اللي واحد الطرف الاخر تولي بوزيتيف. دابا لقيت الفالور ديال a اللي هي 3. الوغ دونك لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موانز ان بلوس ديال اف دو اكس ايغال لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موانز ان بلوس. وبالنسبة لدابا غنمشي نعوض ا بالفالور تاعها غتولي هي اكس او كاري بلوس 4 اكس هنا بلوس 3 لان ا لقيت الفالور تاعها سوغ اش سوغ اكس
بلوس 1. دابا الى جينا نغومبلاسي ولقاو فورم انديتيرميني، لان موان زان او كاري اللي هي موان زان، بلوس 4 في موان زان اللي هي موان 4، موان 4 بلوس 1 اللي هي موان 3، موان 3 بلوس 3 هي 0. كما لاحظتوا ضروري خصو يخرج لك 0 بالنسبه للنيميراتور. مشى للدينوميناتور يعطيك موان زان بلوس 1 صافي 0، 0 سور 0 فورم انديتيرميني. حنا عارفين كيفاش نتعاملوا مع بولينوم ديال سكوند دوكري. اوكي نجي نكمل بعد ما مسحت الفاصل، لانه باش نجي نكمل ديريكتومون. اوكي نجي نكمل ايغال لا ليميت لوسكو اكس تونفير موان زان بلوس. بالنسبه للنيميراتور راه عندنا بولينوم ديال سكوند دوكري، حنا راه عارفين كنديروا ليها اش تولي، هنا نديروا لها اكس، عندك موان زان غنشونج لي سين تاع غيولي بلوس 1. هنا ندير اكس قبل اكس او كاري، ما كاين حتى شي نومبر، يعني هنا ما نحط والو نومبر لا نحط هنا، فالامر تاعو بسيط جدا. ناخذ هذا النومبر هذا بلوس 3 ديفيزي على بلوس 1، فبلوس 3 ديفيزي على بلوس 1 تعطيك بلوس 3، وديما هذا النومبر الا ملتيبليت في هذا النومبر خاصو يعطيك هذا النومبر. هنا سور اش سور اكس بلوس 1، غنسامبليفي هذا مع هذا. شحال يبقى لينا بالنسبه للنيميراتور؟ غيبقى لينا هو لا ليميت لوكسكو اكس تونفير موان زان بلوس ديال اكس بلوس 3 ايغال، غتولي عندك موان زان، موان زان بلوس 3 غتولي هي 2، متفقين؟ هاكاك دونك، دونك ولا دو، ندور ندير دونك حسن دونك، ورجع نكتب هادي تاع المره الاولى، تاع المره الاولى. دونك لا ليميت ديال اكس تونفير موان زان بلوس ديال اف دو اكس ايغال لا ليميت، لا ليميت لوغ اكس تونفير موان زان موان ديال اف دو اكس ايغال جونك سبوا اف ديال موان زان ايكيفو انه شنو هو بالنسبه تاع بلوس، راه لقينا الفالور تاعها هي شحال، هي 2 ايغال. وبالنسبه ديال موان فين هي ديال موان، ها هي فين هي، راه هي موان 2 بلوس بي ايكيفو بان لازم تاكدوا بان راه هي هذيك، ففعلا راه هي هذيك. دابا انا بغيت الفالور ديال بي ولكن لاصق مع موان 2، لو حط الطرف الاخر تولي هي 2 بلوس 2 ايغال ا بي، ايكيفو بان بي ايغال 4. دابا عندنا الفالور ديال ا ايغال 3 وعندنا الفالور ديال بي ايغال 4. باش نتاكدوا بان هذا الشيء هو صحيح اولا ماشي صحيح، خاصنا نورمالمون ملي نجي نعوضوا هنا خاصو شحال يعطينا شباب، خاصو يعطينا، خاصو يعطينا شحال، خاصو يعطينا 2. نجي نتاكدوا عندنا بي باش نعوضوها ب 4، عندك هنا 4، عندك هنا 2 في موان زان اللي هي موان 2، موان 2 بلوس 4 هي موان، هي 2. كاينه ولا ما كايناش؟ وي فعلا راه كاينه. هذا مكان بالنسبه للحاله، يعني عندها طريقه خاصه باش نجاوب عليها. نبت الاخر دو، دو ا ايغال 3 اي بي ايغال 4 بوغ بوغ اف soit continue en h en moins 1. هذا مكان بالنسبه لك 1، فمسح الطابلو ندوزو لك 2 فابقوا معنا. ندوزو دابا لا دوزيام كا. بالنسبه لا دوزيام كا فنتمنى انكم ديروا بوز الفيديو وحدكم ورقه وستيلو وسيروا جاوبوا على بنفس لا ميثود باش جاوبنا على البروميير كا. فنبداو على بركه الله. ملي قال لك اف سوا كونتيني، يعني اول حاجه نكتب عليه هي هادي، اون اون اف اي كونتيني كونتيني اي كونتيني اون اش اون ان ايكيفو انه شنو هو لا ليميت لوغسكو اكس تونفير ان بلوس. بالنسبه لهادي لان اكس سوبيريور ديال اف دو اكس ايغال لا ليميت لوغسكو اكس تونفير ان موان ديال اف دو اكس ايغال اف ديال ان افيك افيك افيك. نبداو بهاديك اللي فيها ماشي فوق، اللي مفيهاش زيرو في المقام، ها هي اللي فيها زيرو في المقام، ان بلوس ان موان زيرو صافي زيرو، يعني خليها هي الاخرانيه باش نديرو لها اللقطه. نبداو بهادي لا ليميت لوغسكو اكس تونفير ان اش موان ديال اش ديال اكس بلوس بي سور 2، اكس انا غنبلاصيها ب 1 تبقى لك هي 1 بلوس بي سور 2، هادي ما عندهاش معها اني بروبليم. اي لا ليميت لوغسكو اكس تونفير
ان بليس بالنسبه لهذه دائما عوض بالنسبه للنيمي غاتور هو الاول ديال اش ديال اكس او كاري بلس اكس بلس ا ايغال ديريكتومون 1 او كاري 1 1 بلس 1 صافي 2 يعني تولي عندك 2 بلس ا بالنسبه للدينوميناتور اي لا ليميت لوسك اكس تون فيغ 1 بلس ديال اش ديال اكس موانز 1 صافي 0 ها من المقام الدينوميناتور سوي ليا 0 النيميغاتور فيه واحد الفالور اللي اننا ما عارفش القيمه تاعها نديروا له هذيك الجمله المفيده باش نرد على شكل 0 سور 0 دونك pour que la limite x tend vers 1 plus ديال f de x admet limite f fini elle se fait que finaya 2 plus a égale à 0 équivaut ان a égale à moins 2 لقينا الفالور تاع alors f de x alors on va faire directement la limite x tend vers a 1 plus ديال h ديال f de x égale la limite lorsque x tend vers a 1 plus ou d'abord نعوض a ب sa valeur ديالها يعني تولي هي x au carré plus x شحال عندنا هي moins 2 sur h x moins 1 مليون في المية تكون فورم انديتيرميني يعني مباشرة نديرو لها اللقطة ديالنا x عندك بلس 1 تولي هي موانز 1 هنا نحطو x هنا x او كاري محدا والو يعني ما نحط هنا والو عندنا موان 2 سوغ موانز 1 ايكالا بلس 2 ودائما هاد النومبر في هاد النومبر خصو يعطيك هاد النومبر x موانز 1 غنسامبليفي هذا مع هذا ديريكتومون شحال غيبقى ليا غيبقى ليا هو 1 بلس 2 ايكال 3 متفقين دونك لا ليميت لوسكو اكس تان فيغ رجع نكتب هذيك الاولانيه ديال 1 بلس ديال اف دو اكس ايغال لا ليميت لوسكو اكس تان فيغ 1 موان ديال اف دو اكس ايغال اف ديال 1 الا بغيتو تكتبوا هاد اف دو 1 كتبوها ما بغيتوش بلاش لانكم كتبتوها المره الاولى لاننا نهتم فقط بلا ليميت لان الصوره هي نفسها هتعطيني هادي اوكي شحال عندنا هادي شحال الفالور تاعها هي 3 ايغال 1 بلس بي سور 2 يكيفو بانه عندنا هاد دو قسمه اللي واحد الطرف الاخر تولي ملتيبليا برودوي عندنا 2 فوا 3 غتولي هي 6 6 ايغال 1 بلس بي يكيفو انا باغي بي ها هي بي هنا بوزيتيف نخليها ديريكتوم بوزيتيف هنا عندك هاد موانز بلس 1 اللي واحد الطرف الاخر تولي هي موانز 1 غتولي 6 موان 6 موانز 1 صافي 5 احنا لقينا الفالور ديال اش ديال بي دونك اللي خردو ا ايغال موان 2 اي بي ايغال 5 بور بور كو لا ليميت بور كو اف سوا كونتيني اون اش اون 1 هذا ما كان بالنسبه للكادو ديال ليكزيرس 3 وهذا ما كان بالنسبه لهاد لا فيديو نتمنى انكم تكونوا استفدتوا والفيديو نال الاعجاب تاعكم ما تبخلوش لنا بواحد لايك وواحد كومونتير يكون زوين وبارطاجوا الشيء مع الاصدقاء تاعكم ما تنساوش الفيديو الجاي غندخلوا البارتي جديده ديال لا كونتينيتي فكونوا حاضرين نتلاقاو في الفيديو الجاي